بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 79. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أباح لعباده ما فيه خيرهم وصلاحهم، ونهاهم عما فيه مضرتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله سبحانه أباح لعباده البيع والشراء ما لم يترتب على ذلك تفويت لما هو أنفع وأهم منه، كأن يزاحم ذلك أداء عبادة واجبة أو يترتب على ذلك إضرار بالآخرين، وهذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. فلا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضور الجمعة، وخص البيع لأنه من أهم ما يشتغل به المرء من أسباب المعاش، والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع. ثم قال تعالى: ذلكم، يعني الذي ذكرته لكم من ترك البيع وحضور الجمعة، خير لكم من الاشتغال بالبيع إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم. أيها المستمعون الكرام، وكذلك بقية الصلوات المفروضة لا يجوز التشاغل عنها بالبيع والشراء بعدما ينادى لحضورها في المساجد. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك لا يصح بيع الشيء على من يستعين به على معصية الله أو يستخدمه فيما حرم الله، فلا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرا لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وذلك إعانة على العدوان. وكذلك لا يجوز ولا يصح بيع سلاح في فتنة وقعت بين المسلمين لئلا يقتل به مسلما، وكذا جميع آلات القتال لا يجوز بيعها في مثل هذه الحالة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ابن القيم رحمه الله: قد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته، فالسلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام باطل لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله فهو طاعة وقربة. وكذا لا يجوز بيع سلاح لمن يحاربون المسلمين أو يقطعون به الطريق، لأنه إعانة على معصية. وكذلك لا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم للكافر، وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وكذلك يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيرا منها بثمنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبع الرجل على بيع أخيه. متفق عليه. وكذا يحرم شراؤه على شراء أخيه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: أنا أشتريها منك بعشرة. وكم يحصل مثل هذا في أسواق المسلمين اليوم من أمثال هذه المعاملات المحرمة، فيجب على المسلم اجتناب ذلك والنهي عنه وإنكاره على من فعله. ومن البيوع المحرمة بيع الحاضر للبادي، والحاضر هو المقيم في المدن والقرى، والبادي هو المقيم في البادية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يكون له سمسارا، أي دلالا يتوسط بين البائع والمشتري. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة للبادي، كذلك لا ينبغي له أن يشتري له. والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له: أنا أبيع لك، أنا أشتري لك. أما إذا جاء البادي للحاضر وقصده وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له فلا مانع من ذلك. ومن البيوع المحرمة بيع العينة، وهو أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، كأن يبيع عليه سيارة ب20,000 إلى أجل ثم يشتريها منه ب15,000 حالة يسلمها له، وتبقى 20,000 في ذمته إلى حلول الأجل، فيحرم ذلك لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا، فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالة مع التفاضل، وجعل السلعة حيلة فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع هذا، ونسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.